من هالبناية يرتفع صوت اليقين، خلي لك ويانا أثر طول السنين. قد عظيمة الصدقة ببية الحسين، قد عظيمة الصدقة ببية الحسين. ساهم وخيذ باسمك سهم، بالآخرة ترفع علم. ساهم وخيذ باسمك سهم، بالآخرة ترفع علم. شقد عظيمة الصدقة ببية الحسين، ببية الحسين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتنا مشاهدي ومتابعي قناة الإمام الحسين الفضائية، متابعي برنامج بيت الحسين عليه السلام، نرحب بكم بحلقة جديدة وأهلا وسهلا بكم. من بيت الحسين، من كربلاء الحسين، من أرض الحسين، من أيام عاشوراء في كربلاء المقدسة، أسعد الله أوقاتكم يا أخوتنا وعظم الله لكم الأجر في حلقة جديدة من برنامج بيت الحسين عليه السلام. نتوجه إلى سيدي مولاي أبي عبد الله الحسين، إحنا وياكم وأبي الفضل العباس حتى نزور. تفضل ويانا. السلام على السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحابي يا حسين يا غريب يا حسين يا سليم يا حسين يا وحيد يا شهيد. وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا الفضل العباس ورحمة الله وبركاته. أحبتنا مثل ما وعدناكم ومثل ما الأخوة اللي من جميع دول العالم دي يتصلون علينا يردون النواب عنهم بالدعاء والزيارة، إن شاء الله ما نقصر من دعاء ولا زيارة السيد الشهداء وأخيه أبا الفضل العباس. نيابة عنكم بداية كل حلقة هذا الجزء مخصص لكل من يشاهد ويتابع ويدعم قناة الإمام الحسين عليه السلام وخصوصاً بيت الحسين عليه السلام. أحبتنا متواصلين وياكم من خلال بيت الحسين، وإن شاء الله هذا بيت شيعة أمير المؤمنين من كل دول العالم. كل شخص يريد يساهم يكون إلى صدقة جارية في هذا البيت الحسيني خليه يتواصل ويانا، أرقام هواتفنا موجودة وإن شاء الله راح نتواصل وياكم بأقرب فرصة نوصل لكم وناخذ المساهمة مالتكم لدعم بيت الحسين عليه السلام. وإن شاء الله يا رب على الأرقام الموجودة تقدرون أيضاً تتواصلون ويانا، عندكم أي سؤال أو أي استفسار حول أنه البناية وين وصلت، شنو التقدم اللي صار بيها، شنو اللي محتاجته حالياً، وأيضاً من خلال نفس الأرقام بإمكانكم اتصال أو السؤال على أي موضوع خاص في الاستفسارات أو المسائل الشرعية، فراح إن شاء الله أيضاً نكون في خدمتكم يا أخوتنا يا أخواتنا. بيت الحسين عليه السلام في كربلاء المقدسة بانتظار تبرعكم ومشاركتكم ومساهمتكم حتى يكمل، ومن خلال هذا البيت بيت الحسين راح يوصل صوت الحسين عليه السلام إلى كل أنحاء العالم بعدة لغات، وإن شاء الله يا رب
كل الأخوة اللي ويانا حسينيين غيورين يحبون أنه يشاركون في خدمة أبي عبد الله الحسين عليه السلام، ويحبون من خلال دعمهم أنه يكونون المعزين لفاطمة الزهراء سلام الله عليها. وإن شاء الله يا رب أن يحفظ العراق ويحفظ العالم أجمع من شيعة أمير المؤمنين عليهم السلام، ويحفظنا من هذا الوباء ومن هذا البلاء إن شاء الله. نعم يا سيد عماد، أكيد اليوم رح نتحدث إحنا عن أهمية الخدمة الحسينية. الخدمة الحسينية هي كثير مواقف، صح؟ يعني إحنا نتحدث عن الطبخ، فد شيء عظيم جدا إنه الشخص صاحب الموكب يطبخ ويطعم زوار الإمام الحسين عليه السلام. لكن إحنا خلنا نتحدث اليوم عن شخص أنا أحبه مثلاً وأنت تحبه، هذا الشخص اللي أنت تحبه شلون الطريقة اللي راح تخدم بها؟ ممكن أنه تبحث وتدور على أهم الشغلات اللي يحبها هذا الشخص، صح؟ فبالنسبة للطبخ إحنا آلاف الناس تطبخ لسيد الشهداء، صح؟ وهذا فد عمل كلش ممتاز، يعني كلش بأجر هواي، صح؟ للشخص اللي يطبخ ويطعم زوار الإمام الحسين عليه السلام. لكن إحنا خلينا نفكر بأنه شنو ممكن أن نقدمه للإمام الحسين عليه السلام بطريقة مختلفة، ننفرد بهذا الحب ونوصل إلى ما يريد الإمام الحسين عليه السلام. كنا يريدنا نطبخ، يعني هو أبا عبد الله عليه السلام يريد هاي المجموعة شيعة أهل البيت كلها تطبخ، كلها نفس النسق، أو كلها تسوي، لو كلها تلطم أكيد يعني تتوزع الأدوار على مدى السلسلة تكتمل، صح؟ على مدى الحلقة تكتمل، لازم تتوزع الأدوار، أنه هناك شخص يطبخ وشخص هناك يقيم العزاء، صح؟ وشخص هنا تكون له محاضرة دينية. الأهم من هذه الحلقات أنه هو الإعلام، صح؟ الإعلام أهم من هذه الحلقات كلها. ليش؟ لأن هو أنت لو مثلاً اليوم طبخت واليوم سويت محاضرة واليوم لطمت وسويت عزاء وما وصل للعالم، راح يبقى فد شيء محلي، راح تبقى انت نفس الدائره نفس مكانك. لكن من خلال الاعلام، من خلال الفضائيات، من خلال السوشيال ميديا، انه انت توصل رساله الامام الحسين عليه السلام. فهذا ممكن انه اللي نبحث عنه احنا اللي موجودين هسه حاليا، اني وياك وبقيه الاخوه اللي بالكنترول بالكادر بمجموعه الامام الحسين عليه السلام الاعلاميه، هو الهدف من خدمه سيد الشهداء عن طريق الاعلام، وتكون لنا قدوه أول إعلامية بجيش الإمام الحسين عليه السلام السيدة زينب. سلام الله عليها. السيدة زينب اتخذت دور الإعلام، وكان دور فعال ومهم جدا، صح؟ بفضح يزيد ابن معاوية، بإظهار الحقائق، الناس وصلت عندما وصل الموكب الحسيني السبايا إلى الشام، ووصل يعني خبر مقتل الإمام الحسين عليه السلام، الناس كان وضعها كلش اعتيادي بأنه خارج عن الدين الإمام الحسين واصل لهم هيك فكر. الإمام علي عليه السلام لما قتل ووصلت الأخبار إلى الشام، ويعني سألوا عن حادثة قتله، يعني قيل أنه الإمام علي عليه السلام قتل في المحراب بالمسجد، قالوا وهل يصلي؟ هكذا الإعلام يتخذ في ذلك الوقت. فمن خلال الإعلام إحنا نوصل هاي الرسالة، فالإمام الحسين عليه السلام أفضل شيء أنه توصل إليه أنه تقوم بالضد، ضد الإعلام المعادي، صح؟ آلاف القنوات اللي موجودة اللي مدعومة من أجندات خارجية، صح؟ في سبيل تشويه مذهب أهل البيت عليهم السلام. إحنا دورنا هذا لازم يكون أنه لازم نقدم الإعلام الحسيني بالصورة اللي يريدها الإمام الحسين عليه السلام، عن عشاق بداية، عن محبي، ونسأل من الله القبول لهذه الخدمة إن شاء الله، وأيضاً ندخل قلوب الجمهور من خلال شاشة قناة الإمام الحسين عليه السلام. فهو هذا اللي محور حلقتنا من خلال الخدمة الحسينية بتعداد أدوارها. لازم إحنا نتواصل ونضافر الجهود في سبيل خدمة سيد الشهداء الإمام الحسين عليه السلام. وأيضاً تحدثنا إحنا سابقاً بأنه ممكن أنه شخص يساهم من خلال إطعام زوار الإمام الحسين، وهذا عمل كلش ممتاز لخدمة سيد الشهداء. لكن الدور مو بس هنا وينتهي، لازم إحنا نوصل هذه الصورة، لازم نوصل رسالة الإمام الحسين عليه السلام، نوصل هذه الروح القتالية، هذه الروح الشجاعة اللي ضحت وآثرت بكل شيء من أجل استمرار المذهب المحمدي.
فهذه الحلقة احنا خصصناها لمعرفة الأدوار، شنو اللي يقع على عاتقنا احنا كشيعة أهل البيت، شنو اللي يقع على عاتقهم؟ هل نكتفي بالطبخ والعزاء لسيد الشهداء، أم موقفنا وعملنا لازم يكون أكثر وأوسع من هذا؟ لازم يكون عندنا احنا منطلق لخدمة سيد الشهداء من جميع الأبواب، وأهمها هو الإعلام الحسيني. خلي نوصل صوت الإمام الحسين من لكل دول العالم. الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف عندما يقف في الكعبة يستند إلى جدار الكعبة ويقول: ألا يا أهل هذا العالم، أنا الإمام المنتظر، إن جدي الحسين قد قتل عطشانا. ده يعرف للناس من هو الإمام المهدي. فإحنا من هذه اللحظة لازم نسعى إلى هذا الدور المهم بتعريف العالم من هو الإمام المهدي عجل الله فرجه. كثير من الناس هسه الدول الموجودة ما يعرفون أهل البيت، ما يعرفون الدين الإسلامي أصلاً، ما يعرفون الإمام المهدي. فدورنا الإعلامي وإحنا حالياً من خلال هاي الفضائيات، من خلال شاشة قناة الإمام الحسين، يقع علينا عاتق هذه المهمة من خلالكم، من خلالنا نوصل الرسالة المحمدية. أمانة، هاي أمانة بعناقنا. من هو الإمام المهدي؟ لنكون سند وإن شاء الله نكون جنود من الإمام للإمام المهدي عجل الله فرجه، من خلال إيصال وإيضاح المهمة الحسينية إن شاء الله يا رب. أستاذ مصطفى بارحة، إنه من ناحية إنه قلت إنه شلون نقدر نوصل مستوى أكثر إلى العالم أجمع، عندنا أحد الرواديد في قناة الإمام الحسين أكيد تعرفه، ملا علي غفوري. نعم. اللي يقرأ باللغة الفارسية. بارحة كان إنه فتح حديث عدي وياه، قلت له: أستاذ علي، سابقا إنه أنت تقرأ في مدينة أصفهان في إيران، شنو الفرق اللي صار عندك بين إنه أنت مسبقا كنت تقرأ بالمجالس أحياء مجالس عاشوراء وباقي الأيام بشهر محرم الحرام؟ قال لي: سيدنا الصراحة، وأكون إنه شلون يعني إنه أكون كل فخر إنه مسبقاً كنت أقرأ أنا بس بحسينية، أقدر إنه أبكي من خلالها، من خلال مجالس أيام عاشور، عدد معين من الناس، من خلالها إنه فد 1000 نفر 2000 نفر و10,000 نفر. قال: بس بالوقت الحالي إنه أنا صرت من خلال القناة اللي قمت إنه أشتغل بيها، أو إنه أقدم برنامجي بيها، أو مجالس العزاء اللي تصير على الشاشة، قال إنه قمت أبكي ملايين العالم. يعني انه الفرق قد اهميه تطوير الاعلام. صح. اهميه تطوير القضيه الحسينيه. صحيح. بانه من خلال كلامك انه احنا ممكن نقيم العزاء لسيد الشهداء من خلال حسينيه. هذه الحسينيه ايش قد الناس اللي راح تحضر بيها؟ 100 200 300 1000 شخص، يقف حد معين، دول لكن اللي جالسين. احسن، هذا اللي راح يستطيع ان يدخل بي الى قلبهم صوره. صح. الامام الحسين عدد معين، لكن من خلال الفضائيات، من خلال شاشة الإمام الحسين، ملايين الناس وبمختلف اللغات. وهذا اللي احنا نسعى من خلاله لإيصال وإيضاح الصورة للسادة المشاهدين عن أهمية الإعلام الحسيني. خلينا ناخذ هذا الاتصال. من ويانا؟ أبو محمد. أم محمد السلام عليكم. عليكم السلام، عظم الله لكم الأجر. عظم الله لكم الأجر باستشهاد سيد الشهداء الإمام الحسين عليه السلام. وخي بالفضل العباس. نعم. شلونكم خالص؟ الله يسلمكم ويحفظكم. شلونك يا أم محمد؟ الله يسلمكم. أهلا وسهلا بكم في بيت الحسين عليه السلام. بعد قلبي، شلون سيد عماد؟ شلونكم؟ بخير ما دام بالخير أم العزيزة. عظم الله لكم الأجر باستشهاد سيدي مولاي العباس سلام الله عليه، والقاسم بن الحسن، والصحابة الحسين سلام الله عليهم، وأيضا سيدي مولاي أبي عبد الله الحسين عليه السلام. عظم الله لكم الأجر، وأحسن الله لكم يا رب العزاء إن شاء الله. نعم أم محمد، إحنا دنحكي هسه حاليا بالبث المباشر عن أهمية الإعلام الحسيني والدور الذي يقع على عاتق شيعة أهل البيت عليهم السلام. نسألكم، شنو اللي خلاكم تساهمون في بيت الحسين عليه السلام؟ السلام عليك يا أبو عبد الله يا سيدي يا مولاي، والله هذا بالنسبة لنا قليل. نعم. احنا نساهم لبا عبد الله متبرعين إلى يعني مو كلش قليل. نعم. بالنسبة لنا بيتي ولدي وعائلتي كلها فدوى لبا عبد الله. نعم. والله وارواحنا لبا عبد الله، ان شاء الله نبقى طول العمر وياكم وعلى هذا
النهج إن شاء الله. الله يوفقكم لخدمة السيد الشهداء. أي والله. يا رب. أخوتي محمد، بما أنتم حضرتكم من يوم محافظة من البصرة؟ البصرة مقصر. من مقصر، أهلا وسهلا بكم. إجيتوا هاي السنة، إجيتوا للزيارة لو لا؟ لا والله جيت، أنا صار أسبوعين نجيت. يعني أنتوا هسه حاليا رجعت بكربلاء لو رجعتوا؟ لا رجعت، ابني هناك بالمخيم خادم. ها الله يحفظه إن شاء الله. يعني أنتوا قبل محرم رجعتوا إلى البصرة؟ أيوة. يلا، بما أنه أنت من المساهمين في بيت الحسين عليه السلام وما لحقتي أنه تجين في محرم، راح نترككم ويا أجواء زيارة سيد الشهداء، تفضل للزيارة. السلام عليك يا سيدي يا مولاي يا أبو عبد الله، السلام عليك وعلى ولدك الحسين وعلى أولادك، السلام عليك وعلى أبو الفضل العباس، السلام عليك وعلى السيدة زينب ذبل الصبر. يا سيدي يا مولاي دخيلك يا أبو عبد الله، تدفع الوباء عن العراق يا سيدي يا مولاي، دخيلك يا أبو عبد الله. الله يتقبل دعائكم وزيارتكم يا أم محمد، اللي نطلبه من عندكم رسالة، حابة فد رسالة توجهيها للسادة المشاهدين. نعم يا رب يحفظ هذه الدموع، وان شاء الله يا رب تكون قاضيه لك حاجاتك، وان شاء الله شفاعه اهل البيت. سلام الله عليكم. سلام الله عليهم لكم. كل من يسمع صوتي نعم ويشاهدنا على البرنامج لا يقصر عن بيت الحسين شهيد كربلاء، احنا ارواحنا كلها للحسين. نعم. نداء لبا عبد الله، وان شاء الله ما نقصر ونبقى وياكم طول العمر ان شاء الله. امين شاء رب العالمين. الله لا يحرمكم من خدمه سيد الشهداء عليه السلام. اي والله، وانا خادمه هسه انا مواكب جاي اتبرع، ما يخالف الحمد لله والشكر، بس قناه الحسين وبيت الحسين ان شاء الله نبقى طول عمرنا. الله يوفقكم لخدمه سيد الشهداء يا ام محمد. ما نقصر ان شاء الله وياكم جاه الحسين ان شاء الله. اي والله، والله يقدرنا على ان شاء الله تقدير الحسين. الله يوفقكم ان شاء الله يا ام محمد، موافقين لخدمه سيد الشهداء يا رب، وان شاء الله في ميزان حسناتكم هذه الاعمال واي اعمال خدمه سيد الشهداء عليه السلام. شكرا لك ولاتصالك يا ام محمد. ان شاء الله يا رب، مو بس الاخت ام محمد اللي هي مشتاقه لزياره الحسين، دعواتنا الى كل مشتاق لزياره سيدي مولاي ابي عبد الله الحسين بالوصول الى جنه الله في ارضه كربلاء. وان شاء الله يا رب كل اللي يحب انه يشارك في زياره الحسين عليه السلام يقدر انه من خلال الارقام الموجوده بعد البرنامج او اي وقت ثاني، انه من بعد البرنامج على الارقام اللي موجوده اسفل الشاشه يكتب اسمه ويبعثها لنا برساله، وان شاء الله راح نكون نائبين عنه بالزياره والدعاء من حرم سيدي مولاي ابي عبد الله الحسين واخيه بالفضل العباس. يا اخوتنا يا اخواتنا بيت الحسين عليه السلام بانتظار مشاركتكم ومساهمتكم، وان شاء الله اللي يحب انه اليوم يسجل اسمه يخلي انه يهدي الاسم مالته او السهم مالته لسلامه صاحب الزمان، وان شاء الله يا رب كلكم تكونون من أنصار سيدي مولاي الإمام الحجة المنتظر روحي وأرواح العالمين له الفداء إن شاء الله. نعم يا سيد عماد، أكيد إحنا لازم نذكر عن لكل الأخوة اللي هسه حابين إنه يساهمون وما يعرفون إنه طريقة شلون ممكن إنه طريقة الدعم، من خلال أرقامنا يقدرون يتواصلون ويانا. وأيضا إحنا ننوه عن كل حلقة للمشاهدين الجدد بانه عندنا مندوبين باغلب محافظاتنا العراقيه يقدرون يتواصلون وياهم ان شاء الله. طبعا ايضا دعائنا لمندوبين خدام الامام الحسين عليه السلام، يا رب هم موجودين بمحافظاتهم ويعملون على مدى ساعات طويله. صح، الله يجازيهم ان شاء الله، دعائنا لهم بالصحه والسلامه والعافيه، يتواصلون ويا اغلب الناس اللي تساهم من محافظه البصره، من بغداد، من ميسان، من نجف، من كربلاء المقدسة، من كل محافظاتنا الله يحفظهم إن شاء الله. ومن خلالهم تقدرون تتواصلون وياهم، أرقامنا موجودة أسفل الشاشة للاتصال، أنت بمحافظتك بس أطلب رقم المندوب وإن شاء الله راح يتواصل وياك بأسرع وقت لاستلام مساهمتكم في بيت الحسين عليه السلام، والله يحفظكم إن شاء الله لخدمة السيد الشهداء. عندنا اتصال أم حسين من الناصرية. السلام عليكم يا أم حسين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعظم الله أجوركم. عظم الله أجوركم بذكرى استشهاد الإمام. الله يخليك يوم الله يحفظك، الله يخليك، الله يسلمك، الله يسلمكم. عظم الله أجوركم، الله يستر عليكم، والله تمام قصدي هذا بالدعاء، أشكركم. الله يسلمكم. أي والله.
الله يسلمك، الله يحفظك يا أمه، الله يخليك. نعم يا أم حسين، حضرتكم نعم. من محافظة الناصرية؟ نعم نعم. يلا خلينا تفضلوا للزيارة بداية، وبعدها إن شاء الله الله وادك نكمل الحديث. الله وادك وادك. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك وعلى أخيك أبو فضل العباس وعلى أختك السيدة زينب عليه السلام أم المصائب، والسلام عليكم يما لكم الصحة والعافية. وهدي هذه الزيارة إلى مولاي الحجة، اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه، والله يعطيكم الصحة والعافية، الله يسلمكم ويخليكم يحفظكم يا رب ويحفظكم ويرعاكم. أم حسين نعم، إن شاء الله يا رب تمام الصحة والعافية لحضرتك، ويا رب موفقة لكل الله خير، ويحفظ لك أولادك وبناتك وأحفادك وكل من يخصك من قريب ومن بعيد ان شاء الله. ام حسين جنابي صار لك ايش قد من ساهمتي او من شاركتي في التبرع لدعم قناه الامام الحسين ولبيت الحسين عليه السلام. احمد الله والديك، والله صار لي اكثر من سنتين يعني وياكم. ما شاء الله يا رب يدوم الخير. بالبدايه اجاني المندوب هنا للبيت. نعم. وبعدين انا رحت لكم هناك للقناه، وبعد هاي المره الثالثه سويت لكم تحويل على المطرح. الله حسين بدها تتكلم بكل الطرق ما شاء الله، يعني كل الطرق انت محاوله بها، سهلتي مهمتنا. نعم. للشرح للناس يعني. نعم. كثير. نعم. الطرق من خلالها يقدرون يتواصلون ويا مجموعه الامام الحسين الاعلاميه للدعم. الطريقه الاولى قلتي عن طريق المندوب ابو سعد صبر السعدي، تحياتنا له. نعم. ومره اخرى جيتي الى كربلاء. نعم نعم، مرت عليكم القناه. نعم. والمره الثالثه. نعم. المرة الثالثة. نعم. الله يوفقكم إن شاء الله. أنا أصور الأيام اللي صارت أيام الحظر. لا القناة ما فيها، مرة تلقاني سيد عمادي ومرة انبليت القناة. نعم. موفقين إن شاء الله لخدمة سيد الشهداء يا أم حسين. مرة تلقاني سيد عمادي الله يحفظه إن شاء الله ويخليه. الله يسلمك ويحفظك إن شاء الله يا رب. نعم نعم. إحنا نريد رسالة توصليها للسادة المشاهدين لدعم بيت الحسين عليه السلام. اي أيوة والله انا هسه قاعده اودي حتى رسائل، قاعده اودي لا لا احنا جرايدي. الله يوفقكم ان شاء الله. احنا رساله نريد كلام من عندك بالفضائيه حاليا بالبث المباشر لي اي انا. نعم. اي أيوة والله نعم نعم، انا ادعي كل اخواتي واخواني اللي يساهمون ان شاء الله يساهمون. هاي الحسينيه راح تبقى لكم، يعني هي مثل ما تقولون انتم تساهمون فيها، هاي تبقى اسمكم هذه. يعني انتم ايش راح تحصلون؟ يعني هسه بالعكس. نعم. اذا تريدون تدفعون تحصلون اكثر والاكثر بعد. الله يوفقكم ان شاء الله يا والله العظيم. يعني هم يقولون عطايا قليله تدفع البلايا الكثيره، يعني انتم هم تدفعوا البلاء عنكم وهم صدقات الامواتكم، وهم هي راح تبقى لكم. يعني انتم تروحون كربلاء ترتاحون تزورون، يعني حسينيه تبقى شلون وقف، يعني هي هاي لكم. يعني انتم تروحون هاي اسمكم بيها، يعني انت ايش راح تختار؟ بالعكس والله انا هسه من ساهمت، يعني بالعكس والله يعني حتى رزقي قاعد يزداد، يعني ما ضراني اي شيء. الله يعني بالعكس يكثر ويزود بعد الخير عندي، والله ما تخسرون شيء، بالعكس بركه. هاي يعني بركه، انتم اذا تساهمون هاي قناه الحسين، يعني انتم ما يعني ما تخسرون شيء. صح. ان شاء الله يا رب، ان شاء الله يهديهم ان شاء الله، وان شاء الله يجون ويشوفون الحسينيه، وريتم كل خواتي واخواني كلها تساهم بالحسينيه هذه، لان هذه راح تبقى لهم هم، يعني اسمهم راح يصير. يعني شو يصير اذا تحط لكم طاوله بالحسينيه؟ يعني تروح خساره عليكم هذه؟ لا والله لا اكيد التجاره ويا الامام الحسين اكيد مو خساره. يعني هي هاي نعمه، نعمه هاي مالت الحسين تجاره، هاي بالعكس. نعم. والله احنا يعني هاي الله مطيه نعمه، بس احنا ما قاعد نحس نعمه شنو هي هاي؟ خدمه السيد والله نعمه، نعمه من نعم الله، فضل من رب العالمين، هاي الله مطيه نعمه احنا، بس احنا ما قاعد نحس نعمه شنو هي. احسنت يا ام حسين، موفقين ان شاء الله، والله يتقبل صالح اعمالكم. شكرا لك لاتصالك. الله يخليكم ويحفظكم ان شاء الله. الله يسلمكم ويديمكم بخدمه السيد الشهداء عليه السلام. احبتنا مخرجنا الاستاذ احمد، ما اعرف اذا مجهز لنا فاصل البنايه. يلا بينما يجهزون فاصل البنايه اللي من خلالها شفتوا انتم تفاصيل البناء وين وصل ومنين بدا، وكل يعني مرحلة من مراحل بناءه وتطويره ألفت قصة طويلة لارتباطه بالإمام الحسين عليه السلام. يلا خلينا نروح نشوف البناية عن قرب ومن داخل البناية والتطورات اللي صارت بالبناية ونرجع وياكم. يعني.
حرمك ينادي صوتي يا حسين خليني أبقى خادمك هاك أيامي يا مالك العمر إحساسي يا حرم الجمر عاشورك كل لحظة تمر يا حسين هاك أيامي يا مالك العمر إحساسي يا حرم الجمر عاشورك كل لحظة تمر يا حسين غابت أنفاس بحضورك وبدمعي أزورك دلالي أسيرك هيا بريحة العشيق تفوح كل ليلة من محرمك تمطر الدنيا بس جروح موسم عاشور موعد العاشقين والجنة ما بين الحرمين والحضرة ملجأ الخائفين يا حسين موسم عاشور موعد العاشقين والجنة ما بين الحرمين والحضرة ملجأ الخائفين يا حسين ارفعها بعزاك تشمل الدعاء رايتك تعلى بالسماء أربع عينك أجي وأشوف بالدرب تمشي فاطمة وامشي ويانا بيدي راية عتا كل خطوة أرفع هذا النداء لبيك يا سيد الإباء يا وامشي وياها وبيدي راية حدا كل خطوة أرفع هذا النداء لبيك يا سيد الإباء يا حسين مشايع تميلك ونادي دخيلك اقبلني يا مولا عبدك ذليلا نعم اخوتنا رجعنا لكم بعد الفاصل اللي شفتوه عرفتوا مكان البنايه وين صاير وعرفتوا موقعها وعرفتوا انه البنايه وين متواجده وايضا انه وين وصلت بالبناء وايضا هذه البنايه اللي حاليا احنا بدنا نسعى وياكم حتى انه نكملها فيا اخوتنا ويا اخواتنا الارقام الموجوده اسفل الشاشه اللي موجودة حالياً تقدر من خلالها أنه تتصل وتتواصل ويا كادر قسم العلاقات العامة وقسم المالية ومن خلالها تتعرف كيفية المشاركة لدعم هذه الحسينية وإتمامها وإتمام بيت الحسين عليه السلام فيا أخوتنا ويا أخواتنا على الأرقام الموجودة إذا كنت حسيني غيور وحاب أنه تساهم وتخلي لنفسك بصمة وصدقة جارية وتحب أنه تكون أحد المساهمين لإيصال صوت الحسين وتحب أنه تكون توصل رسالة الحسين عليه السلام إلى كل أنحاء العالم بعدة لغات منها العربية ومنها الفارسية ومنها الأردو
والإنجليزية والتركية، فيا حبذا أنه تتصلون حاليا على الأرقام الموجودة، ولا تستعجل ولا تحرم نفسك من هذه الصدقة الجارية، لا تحرم ابنك الشهيد من سهمه في آخرته حتى تفرحه إن شاء الله، ولا تحرم أمك أو أبوك المتوفين، ولا تحرم أنه سلامة أهلك وعائلتك، لا تحرم نفسك من خدمة الحسين عليه السلام، ولا تحرم روحك من المشاركة في إيصال صوت الحسين عليه السلام إلى كل أنحاء العالم من خلال مساهمتك ومشاركتك في دعم بيت الحسين عليه السلام. نعم يا سيد عماد، أنا قصة تستوقفني من بداية بناية الإمام الحسين عليه السلام. قلنا إحنا كل يعني تفصيلة من تفاصيل هذه البناية إلها فت قصة عجيبة غريبة. صحيح. للسادة المشاهدين يعني خلينا نوصل فد رسالة واحدة من هذه الرسائل. بالأرض بالقطعة مال الأرض يعني صارت هواي مشاكل على مود نشتري هذه القطعة مال الأرض. يعني إحنا كان دورنا وهمنا الأول والأخير إنه نرجع جزء بسيط من هذه الأرض من أرض كربلاء إلى صاحبها الأصل الإمام الحسين عليه السلام. هاي البناية من أول طابق لآخر طابق هي باسم الإمام الحسين. سنت صح. فبذلك الوقت يعني قبل سنين إنه فتحنا باب التبرع، يا اللي يريد يخدم سيد الشهداء خلي يشتري له فد مو متر شبر لخدمة سيد الشهداء. هذه الأرض اللي إحنا موجودين عليها هسه إحنا بالطابق السادس. فكثير من الناس ساهموا وتبرعوا لإتمام هذه لشراء هذه قطعة الأرض. أحد الأخوة اتصل من محافظة، من واحد على ما يعني ما أعتقد أتذكر المحافظة، ما تسعفني الذاكرة، أتذكر المحافظة اللي تبرع من عندها. قال يابا وقت البرنامج كان بالليل، قال يابا أنا أريد أساهم بيتي، أنا باكر راح أبيع بيتي وأساهم لشراء هذه الأرض. ف يعني سجل التفاصيل اللي يريدها، والهادي يعني المتصل بذلك الوقت يعني اللي جاوب على هذا الاتصال يعني قال له أوكي ماكو مشكلة، بس ظلت بحيرة بداخله. قال هذا شنو دا يسوي؟ يعني دا يريد يبيع بيته وين يروح؟ يبقى حياته كلها آجار. يعني كان ما مقتنع الشخص اللي استقبل الاتصال، كان ما مقتنع بأنه شخص أنه يبيع بيته ويقدمه لقطعة أرض للإمام الحسين عليه السلام. ثاني يوم الصبح الساعة 8 جاء اتصال من نفس الشخص، قال أنا حولت هذا المبلغ على الحساب مالتكم اللي قلتوا لي إياه. فيقول تفاجأت هنا أنا، شلون شخص أنه يبيع بيته؟ وين راح يبقي يعني يقضي حياته؟ وين هاي البقيه من عمره وين يقضي؟ بالاجارات. فقال له اني هذا بيت اللي بالدار الدنيا بعته، واريد منك فد شغله واحده، ان تزور الامام الحسين عليه السلام وتقول له فلان ابن فلان بدون ذكر اسم، بس قول له يابا باع بيته اللي بدار الدنيا ويريد منك بيت دار الاخره، هل يومين اللي باقيات لي انا وزوجتي راح نقضيها بالاجار، نريد تروح تسلم على الامام الحسين تزور نيابه عنه وتقول له يا ابا عبد الله فلان ابن فلان ضحى في بيته باعه لخدمتك، احنا نريد بيت بالاخره. فمثل هذا الشخص اللي يحمل عقيده ونيه صادقه مع الامام الحسين عليه السلام، ايش قد موجودين؟ هواي موجودين من اللي يشاهدنا الان. الشخص اللي ضحى ببيته ويقول أنا راح أقضي بقية حياتي بالآجار لخدمة سيد الشهداء عليه السلام. كثير من الناس اللي تشاهدنا الآن يعني ممكن صعبة بأنه شخص يبيع بيته ويبقى بالآجار، لكن أكو عشق من نوع آخر لسيد الشهداء الإمام الحسين عليه السلام. هذا اللي يفهم الإمام الحسين، اللي يصير ارتباط قوي بسيد الشهداء، كل شيء ممكن يضحي من يشوف تضحية الإمام الحسين عليه السلام قدامه. ويا سيد عماد عشرات بالمئات القصص مثل هذه اللي ذكرتها أنا. صحيح. أحد الأخوة وموافق إن شاء الله، ونهنيك، إحنا نهنيك على هذا العشق أو هذا الارتباط بالإمام الحسين عليه السلام. وكو كثير من حوادث، يعني أكو عدة خوات إنه حتى خطية إنه قالت إنه ذهب عرسي إنه أنا ما أحتاجه، الإمام الحسين سلام الله عليه أوجب. أنا بالنسبة لي بحياتي سعيدة وعائلتي ومرتاحة ولله الحمد، لكن إنه مو مرتاحة من أشوف إنه الحسين
عليه السلام اللي خلانا بهالحاله المصونه بهالعزه بهالكرامه بالوضعيه اللي احنا بيها، فانه على عاتقي انه لازم انه الذهب مالتي اقل شيء اقدمه للحسين، وقالت انه بامكاني انطي اكثر اذا كان عندي، وان شاء الله يا رب وفقه. عندنا اتصال، منو؟ اخت ام سجاد من وين؟ من بغداد. من بغداد، السلام عليكم يا ام سجاد. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حياكم الله اختي، وعظم الله لكم الاجر واحسن الله لكم العزاء. حياك الله وعظم اجر واجر المشاهدين. الله يسلمك. محمد ان شاء الله، الله يخليك. ان شاء الله يا رب موفقين لكل خير على كل عمل تقومون به لخدمه سيدي مولاي ابي عبد الله الحسين عليه السلام. وإن شاء الله يا رب وجهكم أبيض قدام أم الزهراء سلام الله عليها لهذه الخدمة. إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله فعلا الزهراء. أم سجاد أحس بقلبك أكو حرقة لزيارة الحسين عليه السلام، فإذا كنت حابة تتوجهين للزيارة فتفضلي. إن شاء الله يا رب زيارة مقبولة مقدمة. الله يخليك. أولا السلام على سيدي ومولاي أبو عبد الله الحسين، سلام الله عليكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يلا بهاي الدموع وطلب حاجتك، ما شاء الله رب حاجتك مغضية. السلام عليكم، ما بقيت وبقى الليل والنهار بأبي أنت وأمي أبا عبد الله، تزور بالنيابة عني وعن والدي والوالد والدي وجيراني وقربائي ومن أوصاني بالدعاء، وخصوصا عندكم زيارة إن شاء الله لكل أمة محمد، اللي دار الغرب اللي ما يقدرون يزورون، والمريض شاف كل مريض إن شاء الله يبعد هذا الوباء والبلاء اللي يجي للأعراق، ولكل أمة محمد إن شاء الله. اللهم بارك دعائكم. إن شاء الله تكمل الحسيني بركة محمد وآل محمد، ما طول به اسم الإمام الحسين، إن شاء الله تكمل وتصير منور هاي للناس وللزوار إن شاء الله. إن شاء الله يا رب بركة دعواتكم وعطائكم وعطاء كل من بيشاهدنا حاليا. إن شاء الله والله قلبنا نار، بس إحنا الظروف شوي، بس إن شاء الله إن شاء الله نسعي. ان شاء الله يا رب موفقه. ان شاء الله يا رب موفقه، وسلامنا للعائله ويا رب يحفظكم ويسلمكم. رساله من عندك للي يشاهدنا حاليا تحفزيه حتى انه يكون احد المساهمين مثل ما جنابي ساهمتي وشاركتي في بيت الحسين عليه السلام. والله اقول العده كلها تقصر، لان هذا هاي تجاره نحن الحسين. واتمنى حالتي شويه ميسره، ان شاء الله اشارك وقتي كله، بس انا واولادي وزوجتي وبيتي كله للحسين، وخلينا نقول شوي احنا ان شاء الله عندنا موقف وختام للامام الحسين. ان شاء الله يا رب. وكل هذا نقول شوي ابو عبد الله، ابو عبد الله تشريع عظيم. صح. الامام الحسين والامام العباس مو شويه مقدموا لنا، بس احنا يعني شويه ظروف تحكمنا. بس العده ان شاء الله ما يقصركم، والفلوس ترى ما تفيد. صح. اللي اليوم السبع والزين يعطي لابو عبد الله التجاره مع الحسين. صح. هو اللي ربحان، اللي يعطي له اذن فيما الله سبحانه وتعالى يعادل له بالاكثر. صح. وان شاء الله احنا هم ما نقصر وياكم. ولا الحسين ان شاء الله تنبل وتكمل ان شاء الله. ان شاء الله. موفقه يا رب لكل خير ويا رب. وادعوكم تكتب إن شاء الله لكم في ميزان حسناتك. نعم. والله أدعو أمة محمد إن شاء الله، وتدعو للوالد المريض إن شاء الله يا رب تمام الصحة والعافية، وما راح ننساها لا من الدعاء ولا من الزيارة. وهاي رسالة إلى كل من يشاهدنا حاليا، لا تنسون والدة الأخت أم سجاد بالدعاء، دعوة الغريب إلى غريب مستجابة إن شاء الله، يا رب على قضاء حاجتنا إن شاء الله، حاجتكم مرضية. قادمة عمرها خدمة الزوار الحسيني، ينطيها صحة وعافية إن شاء الله، وعهد لعنة الله عليهم. الحمد لله الحمد لله، يا رب موفقه لكل خير الجميع ان شاء الله. ان شاء الله لبشاره بقومتها بالسلام ان شاء الله يا رب، ويقر عينك بشوفتها. الله يوفقك ان شاء الله. احنا ان شاء الله بس نجي كربلاء ان شاء الله، ان شاء الله من ورا عليك كل الهلا بيكم. اذا راح نكون بانتظاركم بشارع الامام علي في بين الحرمين الشريفين في مقر البناء قناه الامام ان شاء الله. ان شاء الله وعذرونا على التقصير. حياكم الله وشكرا لك ولاتصالك. إن شاء الله يا رب موفقة الأخت أم سجاد، ويا رب يحفظ لها والدتها ويحفظ أمهاتنا وخواتنا وعوائلنا يا رب، وإن شاء الله السلامة للكل.
ودعوتنا يا أخوتنا يا أخواتنا بيت الحسين عليه السلام بانتظار مشاركتكم بانتظار مساهمتكم للوقوف مع الإعلام الحسيني لإيصال صوت الحسين عليه السلام إلى كل أنحاء العالم. نعم أكيد أنا بودي لي يعني أطلب طلب من المخرج الأستاذ أحمد لو يعني بس يخلينا تو ويندو ويظهر شاشة أو علم الإمام عليه السلام بقبة سيد الشهداء. أكيد الناس بحرقة الله هذه الصورة اللي أريدها أنا. أكيد الناس متشوقة لزيارة السيد الشهداء عليه السلام، وهذه الراية اللي تشوفوها ترفرف راية الإمام الحسين عليه السلام من كل دول العالم. الآن الناس تتحسر على رؤية هذه المناظر، هاي القبة الشريفة اللي تشوفوها من خلال إعلام الحسيني. إحنا نريد نوصل هاي القبة وندخلها إلى كل بيوت شيعة أمير المؤمنين وين ما موجودين، وين ساكن لازم يشوف هذه القبة. أنت الآن في بالعراق كربلاء المقدسة شابع زيارة يومية تقدر تزور، يومية أو باليوم مرتين تقدر تزور أو بالأسبوع مرة واحدة. لكن الناس المغتربة اللي صالها سنة وسنتين ويجي محرم ويروح ويخلص محرم وهم ما زارين سيد الشهداء، في قلبهم حرقة لهذه المناظر. فندعو من الله سبحانه وتعالى أن يرزقهم زيارة سيد الشهداء الإمام الحسين، وخصوصاً في هذه الأيام أيام عاشوراء، لأنه هذه الزيارة في هذه الأيام إلها فد يعني مكانة في قلوب عشاق الإمام الحسين عليه السلام. فدعواتنا لشيعة أمير المؤمنين الحضور إلى كربلاء المقدسة لإتمام زيارة سيد الشهداء، هذا واحد. واثنين دعائنا للأخوة اللي يساهمون ويدعمون قناة الإمام الحسين عليه السلام، وهذه مساهمتكم دا تشوفوها قبة الإمام الحسين أمامكم دا تظهر لكل دول العالم تشاهدون شيعة أمير المؤمنين عليه السلام. فهذا اللي الدعم والمساهمة اللي دا تقدموها إن شاء الله موجودة، هذه قبة الإمام الحسين أمامكم وراية أبو الفضل العباس وراية الإمام الحسين دا يشاهدوها بكل بقاع الأرض، موفقين لخدمة سيد الشهداء. خلينا نأخذ هذا الاتصال من ويانا. أمير غانم السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عظم الله أجوركم بذكرى استشهاد الإمام الحسين عليه السلام. أجوركم وأجور شيعة علي بن أبي طالب أجمعين. الله يحفظكم ويسلمكم. يلا ننقلكم لأجواء زيارة السيد الشهداء، تفضلوا. أزور مولاي وسيدي أبا عبد الله الحسين أصالة عن نفسي ونيابة عن والدي ووالد والدي ومن أوصانا بالدعاء والزيارة. السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر ودعوت إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وأشهد أن الذين سفكوا دمك واستحلوا حرمتك ملعونين معذبون على لسان داود وعيسى بن مريم عليهم السلام، ذلك بما عفوا وكانوا يعتدون. السلام عليك يا مولاي يا سيدي يا أبا الفضل العباس وعلى الأرواح التي حلت بفنائكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. الله يوفقكم يا رب، الله يوفقكم زيارة سيد الشهداء ولا يحرمكم من الوصول إلى جنة الله ضريح الإمام حسين. السلام عليكم يا أهل البيت، مشكورين طبعا وندعي لكم بالتوفيق دائما الخدمة الحسين، والله يحفظكم ويشكر هاي جهودكم الطيبة إن شاء الله. الله يسلمكم، الله يحفظكم. إحنا تحدثنا يا أخت أميرة عن أهمية الإعلام الحسيني والدور الحسيني، وقلنا بأنه على شيعة أمير المؤمنين كل واحد لازم يشوف لي يسلك له في الطريق ها يوصل بي لي يعني حب الإمام الحسين عليه السلام، يوصل بي من خلال عشقه، يوصل بي لسفينة النجاة. إحنا هاي سفينة اللي راك بيها سفينة الإمام الحسين عليه السلام. كل واحد من عندنا شيعة أمير المؤمنين عنده هدف، فاحنا هذا هدفنا اللي موجودين انا وسيد عماد وكادر قناه الامام الحسين والاخوه المصورين اللي موجودين والبالكونترول وكل العاملين بقناه الامام الحسين عليه السلام. هدفنا هو نقل صوره الامام الحسين، نقل الرساله، نقل
نهج أهل البيت وإيصالها لعشاق للناس اللي محرومين من زيارة الإمام الحسين عليه السلام. إن شاء الله ما ننساكم بالدعاء ونرجو منكم الدعاء ونرجو من كل شيعة علي بن أبي طالب إنهم دائما يعني يساهمون ويدعمون هاي القناة إن شاء الله، هاي القناة اللي هي نبراس الإمام الحسين عليه السلام. أكيد يا أخت أميرة موفقة إن شاء الله، وأيضا يعني نشكركم لمساهمتكم في دعم فضائية الإمام الحسين عليه السلام وبيت الحسين. إن شاء الله نكون مستمرين على هذا النهج إن شاء الله. الله يوفقكم يا رب، والله يوفقنا ويوفقكم إن شاء الله لخدمة أبا عبد الله. آمين رب العالمين، ولا يخلنا وإن شاء الله نبقى دائما نحيي ذكرى أبا عبد الله. آمين آمين، ما دام بينا نبض بالحياة. آمين رب العالمين، الله يتقبل منكم. الصحة والعافية ويا رب يوفقكم بكل خير. شكرا لك ولاتصالك، وشكرا الى كل من ساهم وكل من شارك بدعم هذه القناه، وكل من شارك وكل من ساهم في ايصال صوت الحسين عليه السلام، وكل من شارك في جعل لنفسه بصمه، او مثل ما قالت الاخت ام حسين انه خلى الروح طابوقه في جنه الله في ارضه في كربلاء باسمه. هنيالكم هنيالكم يا اخوتنا، وهنيالكم يا اخواتنا اللي شاركتوا وساهمتوا وقدرتوا تحصلون على هذا الاجر. ودعوتنا إلى كل من يشاهدنا، يا أخوتنا يا خواتنا، خلي نفسك بصمة في كربلاء المقدسة، خلي نفسك فالطابوقة في كربلاء باسمك لخدمة سيدي مولاي أبي عبد الله الحسين. وإن شاء الله يا رب الكل يساهم ويشارك في دعم بيت الحسين لإنجاز هذا البيت الحسيني الغيور المخلص في حب محمد وآل محمد. ما عدنا طائفية، ما عدنا أحزاب معينة، فقط في خدمة محمد وآل محمد. وإن شاء الله يا رب موفقين لكل خير. حلقتنا شارفت على الانتهاء هذا اليوم، وإن شاء الله راح نلتقيكم بعد يوم الثالث بعد تاسعة وعاشوراء. إن شاء الله يا رب موفقين لكل خير، ودعواتنا للكل بالوصول إلى جنة الله في أرضه كربلاء الحسين. وأيضا يا أخوتنا وخواتنا، قبل أن نختم الحلقة راح نكون بانتظاركم حتى ننتظر ونتلقى من عندكم مساهمتكم للوقوف معنا في إنجاز بيت الحسين عليه السلام. نعم سيد عماد، خلال هذه اليومين اللي احنا ما راح نظهر بالبث المباشر مع الأخوة اللي شاهدوا وتابعوا على مدى 8 حلقات من يوم 1 محرم، يعني هاليومين تاسعة وعاشوراء يقدرون يتواصلون ويا الأخوة، حفظوا الأرقام أو تقدرون تتواصلون ويانا من خلال رقمنا اللي موجود على مدى 24 ساعة. تقدرون تتواصلون ويا الأخوة، أي شخص يحب يساهم يدعم يقدر يتواصل ويا رقمنا اللي موجود أسفل الشاشة، وإن شاء الله راح الأخوة يجابون ويقدموا له كل التفاصيل اللي يحتاجها. إلى هنا تنتهي حلقتنا من برنامج بيت الحسين عليه السلام. نشوفكم بخير إن شاء الله بعد 10 محرم. إلى ذلك الحين تقبلوا تحياتنا، نشوفكم بخير، في أمان. من هالبناية يرتفع صوت اليقين، خلي لك ويانا أثر طول السنين. شقد عظيمة الصدقة ببيت الحسين، شقد عظيمة الصدقة ببيت الحسين. ساهم وخيذ باسمك سهم، بالآخرة ترفع علم. ساهم وخيذ باسمك سهم، بالآخرة ترفع علم. شقد عظيمة الصدقة ببيت الحسين، بيت الحسين.